يعني يمكن ابراهيم انت لما يعني استشارك اسلام بيقول انت رفضت بص يعني. انا اتفاجئت ان هو قال دلوقتي، بس هو قال لي قبل كده. انا طبعا رفضت طبعا، لان هو في قمه مستواه دلوقتي. طبعا يعني اسلام دلوقتي فعلا في قمه عطائه، اللي بيتفرج على الماتشات في الدوري صحيح. واللي بيتفرج على تاريخ المنتخب، فهو في قمه عطائه. فانا يصعب عليا ان طبعا اسلام ياخد قرار زي دوت، لان هو زي ما هو بيقول، هو يعني بيقول القرار دوت وهو عايز يبقى دايما في قمه مستواه، مش يستنى لغايه لما مستواه ينزل. فانا هو لما قال لي قبل كده من فتره، قلت له لا طبعا انا شايف ان القرار ده مش مظبوط يعني، بس ده قرارك في الاخر يعني. طب هل يا اسلام، انا طبعا سمعت ان المدير الفني الاسباني مكمل ان شاء الله مع الفرقه لبطوله العالم القادمه ايضا، هل استشرته ولا ما حصلش كلام في الموضوع ده والقرار ده جه بعد كاس العالم يعني؟ بص انا يعني انا علاقتي بال انا يعني هجيبها على طول، علاقتي بالمدير الفني الاسباني مش احسن حاجه، او ما فيش علاقه اصلا يعني. فلا مش هستشيره في حاجه ولا عاوز استشيره في حاجه، لا لا. يعني هي الفكره ان هو يعني خلي بالك برضو هي يعني وجهه نظر وتحترم، وانت خلي بالك في الاول والاخر دي رياضه، فانت لو مش حاسس بالراحه الكامله وان انت حاسس مش هتأدي الاداء اللي انت عايزه، من حقك تقول رايك، ومن حقك تقول لا يا جماعه انا مش هقدر ادي، وانا عايز ابقى في قمتي دايما والناس واخده عني فكره كويسه. فده رايك ويحترم على فكره، الحمد لله. واحنا سبورت جدا لرايك، مش وات ايفر رايك كان ايه، بس احنا كبرنامج الابطال احنا سبورت جدا مما ياخده اسلام حسن من قراراتك، لان احنا نثق فيه جيدا ونثق في اختياراتك ونثق في تفكيرك.